بتوجيه من السيد المحافظ الأستاذ نجم الجبوري وبإشراف دائرة الطرق وجسور نينوى المتمثلة بالأستاذ رضوان الشهواني والكادر الهندسة المشرفين الأفاضل، تم مباشرة من قبل شركة ماني جروب بإنشاء ممر الثاني لطريق موصل دهوك بطول 6.5 كيلومتر، حيث باشرنا بهذا المشروع بتاريخ 28/8 ومدة المشروع 120 يوم. والحمد لله يعني وصلنا مراحل متقدمة بهذا المشروع. نسبة الإنجاز في المخطط 50% ونسبة الإنجاز الفعل الحمد لله 55%. وهناك كثير من العوارض بالمشروع، من أهم العوارض اللي صادفنا بالمشروع أنابيب الماء بحيث يأثر بشكل كبير على شو اسمه على المشروع، إضافة إلى أعمدة الكهرباء الموجودة بأخير كيلوين، إضافة إلى الكابل الضوئي بأخير 500 متر ورا 6.5 كيلو. ولهذا العوار يأثر على العمل بشكل كبير جدا. والحمد لله بس المشروع ماشي بشكل جيد إن شاء الله ونخلصها قبل المدة المقررة بإذن الله تعالى.